بكم المستمعين الأوفياء أوفياء برنامج لقاء المفتوح هو الفقرة الطبية صحتي رأسمالي مع الدكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام لمدينة سلا. اليوم أو الأسبوع ديالنا مخصصين الأمراض القلب والشرايين. اليوم في البداية غادي نتحدثوا على قصور القلب أو فشل القلب اللي هو من أحد الأمراض المزمنة اللي كتصيب العضلة القلبية. خليكم معنا حتى تعرفوا على الأسباب والمضاعفات. يستفدوا أكثر المرضى اللي كيعانيوا من فشل القلب. خليكم معنا دكتور. صباح الخير. صباح الخير بارك الله فيك. أخبارك دكتور؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. بداية أسبوع موفق دكتور رشيد. الحمد لله وبداية خيرات الحمد لله. الحمد لله. إذا دكتور نتعرفوا معك على أعراض وعلامات قصور القلب والأسباب أيضا دكتور إذا سمحتي تفضل. نعم، بالنسبة لقصور القلب أو فشل القلب إحنا غادي نضرب العبارة اللي كيعرفوها المغاربة كاملين هي ضعف القلب. إيه. كل شيء تيقول لك أنا أصبت بضعف القلب، عندي القلب ضعيف. نعم. يعني هذه العبارة هذه أشنو كتدل على ماذا؟ تدل على أن عدم قدرة القلب لضخ الدم اللازم للجسد ولباقي الأعضاء واحد وقت وجيز. نعم. يعني الدم كنعرفوه هو اللي كيدفع الدم، القلب كيدفع الدم لجميع الأعضاء اللي كيحتاجوا ليه، سواء الدماغ، العينين، البشرة، القلب، البنسو، الكليتين، الكبد. ولكن كاين بعض الاعضاء اللي كيتصابوا في هذه المرحله هذه وبدايه في الاول قبل الاخرين. نعم. القلب الى اضطراب الانسان بضعف القلب، اما يجي ضعف القلب في الجهه اليمنى ديال القلب والجهه اليسرى ديال القلب او هما كلتاهما معا، يعني كيتقاسم القلب كامل كيتسمى لانسيفيزونس كاردياك، جوش رواط ولا جلوبال. نعم. يعني القلب كله تقاس. ما هي الاسباب اللي كتؤدي بنا الاصابه بهذا المرض؟ نعم. من بين الاسباب اللي كنلقاوها هي اصابه الشرايين التاجيه. القلب عنده واحد العروق ديالو دايرين به اللي بحال التاج، وملي كيغديه وما كيوصل الاكسجين كيوصل التغذيه اللي بغا، ولكن الى تقاس يعني ان القلب بنفسه ما بقاش كتوصل ليه الطاقه اللي بغا هو يصاب. اذا فهنا كنعرفوا بان القلب غادي يتصاب بنفسه من جراء الاصابه ديال العروق اللي دايرين به. كذلك الانسان اللي كيتعرض للجلطه ديال القلب اللي كنسميوها فارتيز ميوكارد، الميسكل ديالو القلب ديالو كيوقع عليه واحد الجلطه، وهذيك الجلطه كتبقى مسجله في القلب لدرجه ان ملي كتجي المضاعفات كتوقع الانسان هاد القصور ديال القلب او فشل القلب او ضعف القلب. العامل الثاني اللي الناس ما كيعطيش واحد الاهميه او الثالث ما كيعطيش اهميه كبيره هو ارتفاع الضغط الدموي. وغادي نوصلوا بمعنى يقدر يكون من الاسباب ديالو من المسببات الاوليه اللي كثيره في العالم هي ارتفاع الضغط الدموي. كيفاش كيسبب هذا ارتفاع الضغط الدموي قصور او ضعف القلب؟ والانسان تيكون عنده التونسيون ما تيبقاش ياخذ الادويه ديالو، او تياخذ لك المرض بانه واحد ما تيعطيش اهميه وتيقول هذا غير التونسيون دابا تهبط نحيد غير الملحه دابا تهبط. الطبيب قال لي حيد دير الدواء، انا درت الدواء وصلت لي 11 وصلت لي 10 خصني نحيدو دابا راه هبطات. كيبقى يلعب بالادويه ديالو وما كيتبعش النظام الغذائي وكيبقى ياكل الملحه وما كياخذش الادويه اللي كتجري الدم، ومن بعد كيوصل ليه هذا المشكل ديال ضعف القلب. بعد سنوات. كذلك الانسان اللي كتصاب ليه الصمامات داخل القلب، كنعرفوا الصمامات كتصاب بامراض كثيره من بينهم الحلقان، بينهم امراض اخرى تعفنيه، من بينهم امراض وراثيه، من بينهم انسان كيكون معرض لضغوطات نفسيه. اللي غنعرفوا الاسباب اللي هي كثيره، والبريفونسيون سيتادير الوقايه، الانسان يبعد من هادشي. نعم. يعني من كتوقع هادشي كامله عند الانسان كيقدر ان الصمامات ديالو ما كيبقاوش يخليو الدم اما يدوز واما يحبسوه. نعم. كيفاش الصمامات؟ شنو هما الصمامات؟ هما غادي نمثلهم للناس بحال شي دفات بيبان كاينين في المجرى اللي كيجري فيه القلب. الدم ملي كيدفعهم الدم كيمشيو معاه، وملي كيحبس ديك الدفعه كيوقفوا كيسدوا ديك داك الفتحه اللي كيدوز منها الدم باش ما يرجعش داك الدم اللي داز يتسرب عاوتاني للبلاصه الاولى ديالو. نعم. على كتسد الباب ما عادش يرجع لك داك الريحه وداك الدم يدخل للبلاصه اللي خرج منها. كيبقى تجمع عاوتاني الدم ديك المرحله حتى تيجمع عاوتاني كيدفع القلب بواحد القوه ديالو وكتفتح الصمامات وكيدوزوا داك الدم ومن بعد كيتسدوا. إذا إلا تقاست هاد الخاصية ديالهم ديال السدان والحلان، يعني إما غلاضوا يكونوا الحجم ديالهم كبر، أو القضية ديال أنهم ما بقاوش بديك الليونة اللي كانت عندهم. هنا كتقولوا بأن الصمامات تصابوا، وملي كيتصابوا كتكون العملية جراحية هي اللي كتشد الإنسان. نعم. كاين كذلك الإنسان اللي كيكون عنده الأمراض القلب ديال هاد الإصابة هذه كتكون وراثية. كنعرفوا عند العائلة ديالو والأهل ديالو، خاصة أفراد الأسرة اللي عندهم بزاف هاد المرض
كثير عنده في الأمراض الأخرى هذا تيكون حتى هو نعم وراثي حتى هو غادي يتعرض ليه. بالنسبة كذلك الإنسان اللي عنده انتفاخ القلب هيبرتروفي ديكور عنده قلبه كبير نعم ولكن قلبه كبير ماشي عادي راه ماشي غادي يخدم بحال كيما كاين الانسان في السن الاول الثاني الثالث الى وصل الشيخوخه غادي يتبدل نعم. وحتى الحركات الرياضيه وحتى المجهود الجسدي كيطلب واحد القلب تيطلب الميسكل يدير واحد الطاقه وديك الطاقه ما يقدرش يديرها واحد القلب غليظ كبير نعم. اذا حتى هو تيتعرض للضعف ديال القلب. كذلك الانسان اللي كيتعرض للالتهابات الميكروبيه يعني هو الالتهابات ديال القلب مكونات القلب. والانسان كذلك اللي عنده مرض السكري ما نساوش هذا راه من بين المسببات الاساسيه اللي كاينه الان هي الضغط الدموي نعم كثيره بمعنى الناس مرضى السكري نعم نعم اي واحد مصاب بالسكري خصو ياخذ احتياطات باش ما يجيش القلب راه غادي يجيه اجلا ام عاجلا يحضر راسو يحضر راسو مع الطبيب اللي معالج اللي كيبقى غادي معاه وتعرفوا الاشياء اللي يمكن ليه يتبعها باش ما يبقاش يوصل لهذه المرحله هذه. كيفاش كنديروا التشخيص ديالو غادي يجي في الانسان كيفاش تعرفوا باش غادي نعرفوا اولا التشخيص تيعرفوا الطبيب ديالك غالبا توجد واحد العلامات اللي هي في المرحله الاولى ما كتكون حتى علامه ولكن من بعد ما كيتطور كتبقى تجي واحد العلامات سهله وبسيطه. شنو هي العلامات؟ الانسان تيحس بالعياء وتيحس بصعوبه في التنفس هذه المرحله الاولى. وعندما تتاثر بعض الاعضاء الاخرين بهذا النقصان ديال الدم اللي ما كيوصلش بديك الكميه اللي خصو يوصل كتبان العلامات اللي هي كتثير الانتباه عند الشخص وكيمشي يعني عند الطبيب المباشر ديالو المعالج او في المستعجلات او الى اخره باش يمكن ليه يدير التشخيص. كيفاش كنلقاو الانسان عنده صعوبه ديال التنفس؟ اولا يقول لك انا غير كنتمشى شويه كنعيا ما كنبقاش نقد ما كيتحركش بزاف كينهج نعم دكتور احنا باللغه الدارجه ديالنا كنقولوا كينهج الرئتين ديالو كيبقى يتنفس بصعوبه يا يعني كي طلعت الدروج كيوقع ليا كنتنفس بصعوبه. اذا هنا المجهود الجسدي او حتى المشي العادي حسب المرحله اللي وصل لها الانسان. كذلك تيقول لك رجليه كيتنفخوا عنده انتفاخ في القدمين او في الساقين يعني في الرجل ديالو وكيكون عنده عياء شديد مع عدم قدره على الانسان باش يدير واحد الطاقه واحد الحيويه اللي كانت فيه ما بقاتش. يقول الملد يشوفوا ولادو تيقول لك با كان ديما تيخرج يمشي للجامع وكلشي بقينا نشوفوه غير جالس علاش ما كاينش يقدر يتحرك بقى الا شتي الحيويه ديالو ما كايناش خصك تعرف علاش. كذلك الانسان كينتفخ للبطن ديالو تيقول لك غير الغاز كذا لا خصك يعني الطبيب باش يشوف. وكذلك فقدان الشهيه كتصاحب هذا المرض هذا خصو يشوف عند الطبيب اللي غادي يشوف المشاكل يعني المشاكل اللي كتكون في الجهاز الهضمي وفي نفس الوقت يشوف القلب وكيعرف يديتيرميني يعني يفرق بين هذه وهذه وكيعرف هو شنو المرض اللي كاين. كاين انسان اللي كيبقى يجي واحد الكحبه بلا ما ضربوا البرد تيبقى كحوب دائما هو الكحبه ما بغاتش تمشي كيشرب عليها بزاف السيروين وما كتمشيش خصو يمشي عند الطبيب ديالو الاولي غادي يكون واحد القلب من علاقه بالرئتين. كذلك الانسان تيكون عنده التبول كثير في الليل اثناء الليل كنقول له السكر كنقلب السكر ما كاينش اللي كنقلب القلب كنلقى عنده ضعف القلب تيسهل ليه هذا التبول هذا كثير. كذلك الانسان ما تيبقاش عنده التركيز وعنده مشكل في الذاكره ديالو كنلقاو بان القلب ما بقاش كيوصل الدم والاكسجين للدماغ والاعضاء اللي هي ضروريه لذلك مما يؤدي الى بعض المضاعفات عند الانسان في الجهاز العصبي ديالو سيرتو في الدماغ ديالو. اذا هذه بالنسبه للعلامات الاولى. شكون هما الناس اللي كيتصابوا؟ شكون هما الناس اللي اكثر ياخذوا الاحتياطات؟ إيه. نعم اللي اكثر عرضه احنا كنبسطوا باش يفهموا هضرنا على الضغط الدموي كنعاودوا راه هذاك اللي عنده الضغط الدموي وما تياخذش الدواء ديالو وبانتظام ماشي غير ياخذوا نهار يومين ولا شهر ويحبس إيه. بانتظام مع النظام الغذائي مع مراقبة عند الطبيب ديالو كما تيقول لي إلا قال لي كل شهر نشوف كل أسبوع نشوف كل ثلاث شهور نشوف يمشي. مع القيام بالتحاليل اللي كتكون كتورينا هذا الضغط الدموي فين غادي فين واصل. كذلك بالنسبة لنفس الشيء بالنسبة للمصاب بداء السكري ما يبقاش هو يقول أعطاني الأنسولين لا ما نديرش الأنسولين نمشي ندير أنا كينة من ندير راسي ولا ندير العشوب راه فلان دار العشوب وبرا وراه كذا هذا تيبقى يدور في واحد المحور فارغ وكيوصل في هذه المضاعفات اللي كتؤدي به الى لا تحمد عقبه الى الموت. لان كنعرفوا بان مصاب بداء السكري يوصل لواحد السن يجي ضعف القلب يؤدي الى يعني القلب كيسكت ليه كيموت. نعم. بالنسبه كذلك الانسان اللي في الماضي ديالو تقاس جلطه كان عنده ان فرق هذاك ولادو كل خصو ياخذ احتياطات نعم والدواء ديالو ما يقطعوش
كذلك الناس اللي هما عندهم مشكل ديال القلب ديال العضلات كما قلنا قلب كبير خصو ياخذ الاحتياطات واللي عنده مشكل نعم واللي عنده مشكل ديال الوراثه في العائله هادو هما العناصر اللي بسطنا بلا ما نبقاو نبحثوا بزاف هادو هما العناصر اللي كان الانسان خداهم بعين الاعتبار ما غاديش يقدر يوصل لهذ المرحله كيفاش كنشخصوه تشخيص بسيط يعني الطبيب ديالك اللي كيعالجك واخا طبيب عام راه غيشخصو لك نعم اما وقعت لك شي حاجه مشكله في الصدر كتمشي للمستعجلات ولا قدر الله ما تكونش في بلادك ولا في بيتك ولا بالليل اثناء الليل كتمشي كيشخصوه وحتى الطبيب والطبيب المختص هو اللي تيتكلف لك به من بعد تيبقى ياخذك بعين الاعتبار بالمراقبه ديالك وبالدواء ديالك وكيعرف شنو كيدير اذا عندنا على مدى نعتمد قبل المضيف في التشخيص اولا كنشدوا المريض كنسولوا على الماضي ديالو على السكري الضغط الدموي شنو كان عنده يعني الامراض كذا واش عنده كاع الشيء اللي هضرنا عليهم ما كانش عنده او كانت عنده كنعرفوه كنطيوه كنسولوا على العائله ديالو واش عندها نفس الشيء السكري الضغط الدموي كذا كيعاود لي ما تيفهمش المريض علاش كتسولو وتعاود تسولو تيقول لك هذا تيسولني نفس السؤال تيعرف ان هذاك السؤال مهم وعنده واحد الوقع على التشخيص كذلك بالنسبه للنمط ديال الحياه يكون تيقول لي سولني كيفاش كنعيش ضروري خصنا نعرفوه واش عنده ضغوطات نفسيه واش هو تحت وطأه ديال المشاكل حتى هي تؤدي الى ارتفاع الضغط الدموي الى السكري الى اصابه القلب والشرايين كل شيء هذا الضغط النفسي اللي كيعيش فيه الانسان يوميا باش يمكن الطبيب يعاونه يسيفطو عند بسيكولوج ولا بسيكياتر ولا اخره باش كيعاونو حتى من الناحيه النفسيه باش يوصلش للمضاعفات اللي هي كثيره ديال القلب والشرايين بالنسبه الانسان واش كيتحرك واش كيدير الرياضه واش ديما خامل شنو سميتو طبيعه العمل ديالو واش تاجر ديما جالس واش هو حركي الى اخره باش كنعرفوا حتى الاصابه ديال القلب من جراء المجهود او الاجهاد الجسدي اللي كيوقع لبعض الناس بعض المرات نعم وكنت الناس اللي كنسولو كيتسولوا بعض المرات تقول لك انا خدام في الحمام وديما في السخون كنقلبوه كنعرفوه بانه قد يصاب بذلك نعم بالنسبه للفحص بسيط الطبيب السناطه كيسمع الدقات ديال القلب اول فيديوهات تاع القلب كيكون باين يعني كيكون واضح بالنسبه للدكتور واضح كتاخذ ليه الضغط الدموي ديالو باش كتعرف واش هذا الانسان عنده ضغط دموي مصاحب وكتشوف ليه الرئتين ديالو واش وصل ليها المشكل ديال المضاعفات ام لا لان من المضاعفات ديال القلب وان السوائل اللي كاينه في القلب بما انه ما كيدفعش ذاك الدم بزاف هذوك السوائل كتبقى وكتراكم كتراكم في الاوعيه وكتمشي لبعض الاعضاء وكتمشي بعض الخلايا كتجمع بيناتها وكتعطينا الانتفاخ كما قلنا قبيله اما تنتفخ ليه الرئتين ديالو او تنتفخ ليه القدمين ديالو اذا كان عنده هذا الشخص هذا اصابه ديال الجهه اليسرى يعني سيفيزونس كاردياك غوش غوش شنو كيوقع ليه؟ هذا غالبا ما يصاب بانتفاخ الرئتين. نعم. غالبا. ولكن بعض المرات تلقى انتفاخ الرئتين بالماء او بالسوائل اللي كاينه داخل الذات كتجي من حوايج اخرى، يعني كنلقاو عنده بروشيت كرونيك لانه يعني عنده اصابه الرئتين دائما، عنده انفيزام، عنده ذاك الضيق ديال التنفس دائم، ولا عنده انومبولي بيلمونير، هذاك الانومبولي بيلمونير شنو هي؟ تحجر ديال واحد العجيره ديال الدم كتحجر وكتمشي وكتسخف واحد العرق ديال الرئه وما كتبقاش تدوز من تما الاكسجين، الانسان كيتخنق ويؤدي الى الم في الصدر يؤدي الى كثير من الاشياء وهذه كيشخصها الطبيب حينئذ كيطلب واحد الراديو توراسيك وتيعرف شنو هي المشكله يقدر يوصل حتى السكانير يقدر يوصل الى اشياء اخرى بالنسبه للانسان اللي كيتصاب لانسيفيزون دروات غالبا ما كنلقاو عنده ان انتفاخ القدمين والكاحل الرجلين ديالو كيتنفخوا ليه من تحت اذا ولا كان جلوبال كنلقاو كل شيء مجموع نعم شنو هي المضاعفات التي تصيب الانسان وبعد قبل التشخيص كنهضروا على شنو هما الراديوات اللي كنطلبوا باش ما يقولكش راه طلب ليا الراديوات وغاليين عليا وما قدرتش نصوبهم يتحمل مسؤوليته ويتحمل المرض ديالو ان الوهله الاولى غتكون غاليه ولكن من بعد تيكون الانسان السويفي يعني غادي يكون عنده المتابعه ديال المرض باش يكون العلاج ماشي يزيد يازم التتبع يكون بسيط نعم كنطلبوا ليكوكارديوغرافي هي الثمن ديالها معروف يعني كدير واحد ليكوغرافي ديال القلب باش كتعرف القلب فين وصل وكيفاش السمك ديالو الى اخره الوظائف ديالو العروق ديالو شحال واسعين الى اخره كلشي هادي تيعرفو القلب كدير ليه التخطيط ديال القلب باش كتشوف التخطيط اللي هو يعني الهزات الكهربائيه داخل القلب كيفاش كتخدم كيفاش الوظيفه ديالو الكهربائيه كنديروا واحد الراديو ديال الرئتين باش نعرفوا واش كاين شي انتفاخ واش الى اخره باش ولا كاين شي مرض اخر اللي هو مصاحب داخل الرئتين نعم كاين كذلك
الفحص اللي كنديروه بعد مجهود جسدي. يمشي عند الطبيب كيقول لك هذيك لي بروف ديفور، كيدير لك مجهود جسدي وكيقلب لك طونسيون، يقلب لك القلب، ويقلب لك الدقه ديالك، كيخدموا اذا تقدر يوصل لواحد النتيجه. التحاليل الطبيه معروفه وبسيطه الاولانيه، ومن بعد ملي كيكون مضاعفات كنبقى نطلبوا تحاليل اخرى. الكوليسترول والتريغليسيريد ضروري كنطلبوه، لان من المسببات الاوليه. دكتور باقي الموضوع كبير، باقي ما تشرح لنا فيه، ما بقاش فيه بزاف شويه. اذا كان من الاحسن اننا نستمروا فيه غدا ان شاء الله، واليوم ناخذوا مكالمه معنا شيماء من فاسي، لا سمحتي دكتور. نعم. السلام عليكم. شيماء لاباس؟ كيدايره؟ عليكم السلام. لاباس الحمد لله. زعما كان واحد عندي كتنفس كيقلى ليا بزاف. اييه. اها. وراسي كيحرقني باستمرار بزاف، ما نهائي عرفتي، بحال اللي عندي راسي طايب. تحسني بزاف. ما كنعش 24 عام. نعم. هذا قديم ولا جديد؟ لا عاد دابا زيت دابا هادي عام. عام ما كتشكيش من امراض اخرى قديمه؟ لا ما كنتشكي حتى شي حاجه. اول مره فاجاني في الليل فاش نعست، جاني بحال اللي اللور ديال راسي، جاني بحال اللي الشعر فيه حريق من جهده بزاف. حريق في اللور ديال راسك، بالنسبه للنظر ديالك واش الشوف ديالك واش مزيان ولا كتشوفي نقص؟ لا كنشوف مزيان الحمد لله، ولكن هذيك الساعات كنقلى ليا النظر وجاتني الدوخه ديك الساعات. قالك النظر ديك الساعات وشفتيش مول العينين؟ لا شفته وقال لي مزيان. مزيان؟ لا شفته مزيان. وهذيك اللحظه اللي كنتي فيها كيجيك حريق الراس، وشنو اخر كنتي تحت حريق الراس؟ حريق الراس والمعده ديالي كتضرب بزاف وجاتني الضوء. اذا هاد العلامات هادو بعيده على الضعف ديال القلب، عندها علامات داخليه متشابكه بعضها. عندك الدوخه، عندك الم الراس، شنو اخر كيجي؟ شويه التنفس قالت لك كيقلع، ودني كيبقاو يسقطوا بعض المرات. كيجي ولكن ما كنردش، كنبغي نرد وما كنردش. والبطن ديالك كينتفخ. وقول لي بالنسبه للتنفس، واش التنفس ديالك كتسمعي يعني بحال الصوت ملي كتكوني كتنفسي، ولا ملي كديري مجهود جسدي، ولا كيجيك ضيق التنفس اثناء النوم وبالليل؟ لا كيجيني ضيق التنفس بزاف. فين وقتاش؟ بالنهار بالليل ولا غير في واحد الوقت معين؟ على حسب، هو وقت معين كذا. بحال وقت معين بحالاش؟ في الليل مثلا بحال لا ماشي في الليل، في الليل خلاص كيطلع لي معاك بحال اللي خفت، بحال اللي تعصبت. اه ملي كتعصبي كيجيك بحال ضيق ديال التنفس، واش كتحسي براسك بحال خشاوك في الماء وتخنقتي وعاد تبغي تنفسي، ولا عندك القدره ديال الرئتين يعني الهواء اللي كتدخلي ما كافياكش؟ بحالي ما كافيانيش. ما كافيكش، هذيك عندها علاقه مع الضغوط النفسيه اللي كتكون على الانسان، حتى انا من الراس يعني غادي يكون عندك بسيط، لان قلبك مول العينين، غادي يكون عندك علاقه مع عدم النوم، ما كتنعسيش مزيان، ما كترتاحيش، وعندك الاعصاب. خصي شوفي الناحيه ديال نعم الاعصاب اللي عندك هي اللي كتعطيك جميع هذه العلامات. والعلامه الثانيه اللي كتدل على ذلك هو ان عندك انتفاخ في البطن، يعني عندك عدم الهضم، حتى المصران الكبير حتى هو غادي يكون عندك قولون عصبي. هادو كلهم خصهم يتشافوا، تقلب في التشخيص اثناء التشخيص والمتابعه، وخصك شويه ديال الادويه اللي كيعطيها الطبيب بسيطه، ومن بعد المرحله كدوز في يومين ثلاث ايام اسبوع، وكيدير لك المراقبه ديالو، كيعرف بان الاشياء غير عضويه. وإذا كانت استمرت بعد اسبوع، ديك الساعه الطبيب تياخذ الاجراءات الاخرى، كيدير فحوصات اخرى وراديوات اخرى، ولكن غالبا يعني 99% المشكل اللي عندك عنده علاقه بالحاله النفسيه. نعم. والاعصاب والضغوطات النفسيه التي تعيشينها. نعم دكتور تبارك الله عليك. دكتور عافاك نشوف زعما طبيب اختصاصي في الاماء؟ لا تشوفي الطبيب ديالك العام اللي كتمشي عنده. طبيب عام كتمشي عنده، هو اللي كيرشد فين كيديك، غادي يدير لك التشخيص كله، غادي يعرف الحاله منين جايه، ولكن انت خصك تشرحي ليه كل شيء، ماشي تمشي تقول لي غير راسي كيضرني، كيمشي لي البصر، كتجيني الدوخه، واعطيه كاع الاسئله اللي سولتك عليها، ويدي غادي تعاونيه، ومن غادي يدخل داخلا غادي يعرف، غادي يقلب لك الميكوغرافي وكذا ديالو الاوليه والتشخيص ديالو الاولي، غادي يقلب لك القلب، اول ما كنقلب هو القلب، غيلقى لك سليم. ان السن ديالك ما تاديش ل 24 عام، الا كان عندك الانسيفيزونس كارديك في 24 عام يعني خصك يكون عندك واحد الماضي ديال الحلاقه، واحد الماضي ديال نعم بمعنى ما عندوش علاقه ديال تيتزرقوا لك يديك رجليك كنا كتنفخي كذا، لا ما عندكش انت داك الشيء، ما بقاش تخمي، ماشي تسمعي مرض وتقولي هذا هو اللي عندي. نعم. لا ماشي العلامات هي التي تدل على المرض، ولكن المرض تيكون شامل وفيه بزاف ديال الاشياء، وفي اشياء خفيه كيعرفها الطبيب بالتشخيصات والفحوصات اللي كتكون طبعا داخليه. نعم دكتور تبارك الله عليك. نعم. الدكتور رشيد بن عمي اخصائي في الطب العام لمدينه سلام، وعدنا كيتجدد بك غدا ان شاء الله دائما فقره صحتي راس مالي.